عليكم غزالات، مرحبا بكم في قناة الغزالات. في هذا الفيديو هذه غادي نحاول باش نتقاسم معكم مجموعة ديال الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. هاد السنة هادي على غير كل السنوات مولفة، أنا غير تنشري الحوية ديالي وتنمشي عند ماما وفين تنعيد، هي اللي تدير كل شيء. هاد التحضيرات هادي بالحق هاد العام هذا كما راكم عارفين مشاو هي والأب ديالي للحج، داكشي علاش كان ولا بد باش انه هاد التحضيرات هادي ديال العيد انا اللي نوجدها. كانت هادي اول مره بالنسبه ليا، تفرجت بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الاخوات اللي تيديروا بحال هاد الاستعدادات هادي. حاولت باش ناخذ ليسونسييل من كل فيديو وحاولت باش نتقدى هاد المسائل هادي كامله، وقلت نتقاسمها معاكم باش انه الاخوات اللي بحالي بحال هكاكم، اما يلاه مزوجات وباغيين يعيدوا اول عيد لهم بوحدهم، اولا مولفين يعيدوا عند دار ناسهم ولا في دار والديهم بحالي وباغيين يعيدوا بوحدهم، يكون هاد لا فيديو هادي مفيده ليهم. اول حاجه درتها هو انه درت ورقه وستيلو، قيدت كلشي الحوايج اللي خاصيني، اللي خاصيني اللي كاينين واللي ما كاينينش، باش كلشي نكون موجده. شي حوايج اللي خاصكي تنقيهم بزاف بزاف ديال سميتو. دونك درت ورقه وستيلو، قيدت كلشي اللي خاصني بحال ما هكايا، واللي تلاقيتها كاينه عندي ولا موجوده تنضرب عليها، واللي شريتها كذلك تنضرب عليها بحال ما هكا بستيلو سميتو باللون الاحمر. صافي وكملت كلشي المشتريات ديالي. باقي العيد دابا تقريبا 10 ايام، اللي بانت لها انها ناقصاني شي حاجه تقولها ليا باش يلاه نتقداها. نبداو على بركه الله باول بارتي هنايا كما غادي تشوفوا معايا، نتقاسم معكم مشتريات ديال التوابل وديال الاكل بحال ما قال لي ديال التغذيه وداكشي. ومن بعد هذا باش نتقاسم معكم الماعن اللي خاصين اللي شريتهم واللي ممكن يكونوا كان كاينين عندي اللي نحتاجهم في هاد البيريود هاد ديالي. يلا نبداو على بركه الله. نبداو على بركة الله. أول حاجة هي بالنسبة للتوابل، عندنا في التوابل عندنا الخرقوم، هادو راه توابل مطحونة على اليد والأغلبية ديالها محضرة في الدار. هنايا عندي الخرقوم عرق لي أساسي أساسي بزاف، أنا تنستعملو بزاف سميتو، تقديت هنايا رابعة ديال الخرقوم عرق حيت غير البيريود ديال العيد وحنا أسرة صغيرة، وإن شاء الله إلا احتاجيت راه نعاود عاوتاني نشري ويكون طري ومطحون على اليد. عندي هنايا تحميره، هذه صراحه نورمالمون الام ديالي في التحضيرات ديال العيد تدير ولا بلا عيد دائما التحميرات تكون عندها ديال البيت، تصايبها راه ديجا تقاسمت معكم فيديو تصايبها بلا باز ديال الفلفله حلوه. انا باقا 10 ايام دابا للعيد الا كفاتني الوقت وقديت ان شاء الله غادي نحضرها. سينو راه شريت هنايا ربعه ديال التحميره العاديه، انما راه الفيديو سهل والطريقه سهله وتجي التحميره لا علاقه ليها بهذه التحميره هذه باش نكون صريحه معكم. هنايا عندي سكنجبير، تقديت تقريبا هذا السكينو ديال السكنجبير، حتى هو طري ومطحون على اليد. عندي كذلك في التوابل تنحتاجو ضروري من المروزيه، مروزيه ضروريه، اما تنصايبوها في الدار نجمعو ديك بسيبيسا وقعقله ودوك المسائل كاملين ونطحنوهم. هادشي اللي تدير ماما انا خديتها من عندها موجوده، اما انكم تاخذوها عند العطار ديالكم اللي تعرفوه ثقه وتاخذوها عندكم عنده. هنا عندي الخرقوم مازال غادي نزيد نعمر الحب. هنايا عندي هادو مساخن، هادو عندي شويه ديال المساخن تنحتاجوهم حتى هما، نديرو منهم شويه في اللحم ولا بحال ما كاين درنا بعض الاطباق. انا تيعجبني المذاق ديالهم تيبدلو حتى في هاد المساخن هادو، انا مصايبين على اليد، ماما جمعت دوك العروق العروقه تيقولوا لهم، مشات حتى لديك القريعه واقيلا البلاصه اللي معروفه بالتوابل وتقداتهم منها. عندي هادي التتبيله ديال اللحم، ها هيايا مختلفة على التوابل ديال المروزية، التتبيلة ديال اللحم هادي كاينة ديال اللحم وكاينة ديال الدجاج. كذلك كاين عندي هنايا هذا الزعتر، الزعتر أنايا ممكن أنه تنشد منه واحد شوية ونحكو بيديا ونديرو مع التوابل فاش نبغي نشرب من اللحم، تيجي المذاق ديالو زوين وزعما بالعكس ماشي تيأثر لينا على المذاق ديال الطبخ ديالنا. ولاني أنا باش محضراه هنايا على حساب من ورا مثلا ناكلو، راكم عارفين اللحم واللحم ديال الغنمي شويه تيكون ثقيل، تنبغي نحضر بحال هكا بريلي ديال اتاي وندير فيه الزعتر والبريلي ديال الزعتر فقط، وتيجي لذيذ بزاف تيهضم تيعاون بزاف في الهضم. عندي هنا القزبر حبوب، حتى هو من الاساسيات ديال العيد، القزبر حبوب منقي منظف مغسول، هذا مازال تبعو الطحين غادي نشدو نطحنو ويكون عندي موجود. لقيت اللي درت بحال ما هكا تيجي زوين، وتا هو ممكن ديرو به اتاي راه تيجي تيهضم اتاي ديالو.
هنا كاين عندي هذه الحبه السوداء، هذه شريتها وجدتها باش هنا عندي الحبه السوداء هذه وجدتها على حساب الخبز. راكم عارفين في العيد ضروري تحتاجوا البطاطا تكون بها الماكه من السمين ومديكورين. دونك عندي هنا الحبه السوداء، عندي الزنجلان، عندي هذه سميتها ذريعة الكتان، هيايا عندي كذلك هنايا كنور ديال الزعفران، ضامه ديال الزعفران. انا صراحه ما تستعملهاش بزاف، ما عنديش مع هاد كنور، ما تنطيبش بها بالمره الحمد لله، ولكن ماما قالت لي ماشي مشكل في العيد غير خديها تحتاجي ليها. عندي هنا هذه المسكه الحره، ها هي المسكه الحره. عندي هنايا هذه الزعفران شعره، هذا الزعفران شعره الريحه ديالو رائعه بزاف حيت هذا ماركه مزيانه. هذه تقريبا 20 درهم ديال الزعفران شعره، شو قد يتاش فيها غير شويه، ولكن راه شويه تيقضي الغرض. كذلك من الاساسيات ديال العيد عندنا البرقوق، ها هو البرقوق. بالنسبه للطريقه ديال البرقوق راه كاينه في فيديو على القناه كيفاش تحضروا البرقوق ديال من الفاكهه ديال البرقوق، تحضروا هذاك البرقوق باش نخضروا به سميتو، صراحه تيجي لذيذ وتيجي بحالو بحالو. انما دابا هاد الوقيته هادي مازال ما بانش داك البرقوق اللي تنصايبوا به حيت تنحتاجوا هذاك الفاكهه اللي تتكون شويه طويله. دابا كاين هاد البعيضه دي كاين هذاك البرقوق اللي ضاير، دونك الوقيته اللي كان داك البرقوق اللي تيكون شويه طويل شويه طويل جاي بالطول هذاك خذوه وصيبوه. المهم غنحتاجوا البرقوق ضروري باش نخضروا اللحم ديالنا، نحتاجوا المشماش ضروري، انا عندي هنا نص كيلو ديال المشماش. نحتاجوا الزبيب، انا البنيات ديالي من العشاق ديال الزبيب، دونك انا تقديت تقريبا كيلو ديال الزبيب. نحتاجوا هذا، هذه اللويزه الدور ديالها بحال الدور ديال الزعتر وبحال الدور ديال القزبر حبوب، محتاجه ليها انا باش نسم بها اتاي ومهدئه الاعصاب، تتعجبني بزاف بزاف. وخلاص في الليل كويس هذا الحليب مع شويه ديال اللويزه، يا سلام رائع بزاف. بالنسبه للتوابل كذلك عندي الكمون هنايا، اوبس هذا الكمون هذا هانتوما يا ما مطحونش، هذا مغسول ومنقي وموجود. اون فوا غادي نحتاج الكمون، تناخذ نطحن الكميه اللي تعمر لي هاد القريعات هادو اللي هادو زوينين بزاف، خديتهم انا من ايكيا دايرين 4 ب 29 درهم، خديت فيهم انا 4 ديال الباكيات زوينين بزاف، جاوني في المجر انيقين ومتيولين وتلقد المجر قصير تيجيو زوينين. المهم ودير الزاج تيبين كامل شنو كاين في التوابل. دونك كما قلت لكم انا الكمون تلوقيت اللي احتاجيت تنطحن الكميه اللي نحتاجها ديك الساعات او صافي تنستعملها سميتو تتكمل ونعاود عاوتاني نطحن، تيبقى بحال ما هي الكمون طري والمذاق ديالو مجهد. كذلك غادي نحتاجو الثومه، الثومه الحمراء مزيانه. غادي نحتاجو القرفة عواد باش نعسل البرقوق ونحتاجوها حتى هيايا. المهم انا خديت هذيك البلديه، ما خديتش هذيك اللي الشكل ديالها تيكون ضاير، هذيك غادي للتصاور بالحق. انا خديت هنا هذه القرفه هذه البلديه. نحتاج ورقه موسى ضروريه، غنحتاجو الزنجلان، هذا الزنجلان هذا حتى هو باش نديكوريو به بحال هكا البرقوق ملي نعسلوه ندوزو في الزنجلان، وباش الخبيزات ديالنا حتى هما ينسموهم بالزنجلان كما قلت لكم مع الزرارع مع الحبه السوداء. هنايا عندي هذه الخزامه شريتها باش نبخر بها الدار حيت الخزامه زوينه بزاف، الريحه ديالها مشهده وكذلك طارده للميكروبات. دونك انايا هذه الخزامه هذه ننصحكم باش انكم تشريوها وتبخروا بها البيت ديالكم مزيان للوليدات وداكشي. عندي هنايا هذه الحنه مادام كاينين عند العطار، عند العطار شريت هذه الحنه هذه. الناس ديال تيزين تيعرفوا العطار اللي كاين حدا الكوافوره في المارشي ديال الحوت، اللي ملاصق مع الكوافوره، هذاك العطار تيكون عنده داكشي زوين بزاف هو اللي حنا تنتقداو من عنده. هذه حنا المميزات ديالها هو انه تيخلط معها العطر الفاسي، تيخلط معها النيله الزرقاء، بزاف ديال الحوايج تيخلطهم معها. ملي تديريها في الحمام عرفتي تيولي اللحم ديالك رطب واللون ديالو وردي والريحه ديالها يا سلام. كذلك عندي السواك،
هاد الحويجات هادو ان شاء الله نهار قبل العيد ولا بدا نطهلاو في ريوسنا، نديرو شويه ديال الحنه اللحم ديالنا ونديرو شويه ديال السواد. انا حاولت باش نفكركم في هادشي باش انه ديروا، حيت في العادات هادشي اللي كانوا والدينا تيديروا. نجيو هنايا سميتو كذلك من الاساسيات، الاساسيات ديال العيد هو السمن. هذا سمينه مسكينه ماما قبل ما تمشي هي اللي عطاتها ليا، والله الا تفكراتني جايباها معاها حتى المطار وجابتها ليا، زعما الله يخليها لينا وصافي والله يحفظ لينا الامهات ديالنا. هذا اللي فيها راه الزعتر، ورقه تاع الزعتر ها هما، يا هذا راه السمن الحار، الريحه ديالو دابا والله العظيم البنات رائعه بزاف بزاف. ها هي نغطيه. غنحتاجو كذلك الهريسه، انا عندي الهريسه الخضراء والهريسه الحمراء، نديكورو بها وكذلك نطيبو بها، غادي تجي المذاق ديالها زوين فاش تديريها شويه مع رويصه على معلقه في اللحم. عندنا القزبر والمعدنوس، بيان سيغ القزبر والمعدنوس راه باقا انا 10 ايام من العيد، يعني انا ماشي هذا هو اللي غادي نستعمل، غادي نشري كميه اكبر ديال القزبر والمعدنوس وغنخليها طريه. راكم عارفين تنحتاجو كميه كثيره باش نشرملو القطبان، باش نشرملو القلب، باش بزاف ديال الحوايج، وعاد باش الطياب ديالنا اليومي. دونك غادي نشري واحد الكميه اللي غادي نطحنها ونديرها في المجمد، وكميه اخرى اللي غادي نبغيها تكون طريه حتى داك الصباح ديال العيد، عاد باش نقطعها باش كما قلت لكم نشرملو القطبان ديال الكبده وهذاك الشيء الاخر. اشنو مازال هنا؟ غادي نجي معكم واحد الاستعدادات اخرى اللي هي ديال العيد ضروري تكون عندنا في البيت ديالنا، ماشي حتى نهار العيد ولا ثاني عيد على باش نمشيو نقلبوا في نشري الخضراء وكذا. هنا انا حاولت باش نحط لكم غير تشكيله هكذا من الخضر الاساسيه، ما غاديش نجيب لكم كلشي خضره كميه كبيره، نحاول غير باش نفكركم. هنايا كما تتشوفوا معايا عندي البصله، البصله ضروري تقداو منها كميه كبيره، ودابا راه موجوده، ما عرفتش الثمن ديالها واش رخيصه ولا لا، ولكن راه دابا راها موجوده، وتنخرج انا دقيقه كنت خارجه ولا جايه للدار ولا كنت نتلقاهم كرارس كبار ديال البصله. دونك راها موجوده، والعيد دابا تنحتاجوا البصله بكميه كبيره في النصيب وفي بزاف ديال الحوايج. كذلك ما ننساوش الخضره الاخرى، نشريوها نحطوها عندنا في ثلاجتنا، نديرو شويه ديال الشليضات ديال الخضره، خيزو بحال هكا، خيار، كورجيت، بحال ما بقي ضروري نديرو الخضره تكون عندنا في البيت. مطيشه هي ضروري انا تنديرها تنصب بها في اللحم. انا عندي هنايا مادام انه كاينه عند العطار، تقدي حتى القهوه معطره، تمنيتكم تكونوا حدايا وتشموا الريحه ديال هذه القهوه هذه، عرفتي علاش الحب تعطي واحد الريحه يا سلام زوينه. هذه قهوه معطره فيها هذاك الهيل وفيها هذاك الخروب، تيقولوا لي الخروب لا خد نجاه، خد نجاه واقيله، المهم فيها بزاف ديال الاعشاب. بالنسبه للبنات اللي بغيو يحضروها في البيت ديالهم، كاين فيديو على القناه طريقه ديال التحضير ديال هذه القهوه معطره، مي انا بين قوسين هذه راه غير شريتها، المراه العامله راه هي هذه، ما تيكونش هذاك الوقت باش تحضري كل شيء على يدك. هنا اتاي ضروري تهويا يكون عندنا في البيت، ماركه مزيانه، حنا شرينا كل مره واش نشريو صراحه ما نكذبش عليكم، هاد الخطره شرينا الشرق. هذه القهوه حتى هي يا ضروري اللي بغا يدير القهوه في الماكينه حتى هي شريتها. هنا بالنسبه للنهار قبل العيد، ولا بد غادي نوجدوا حليوات، نوجدوا كيكات، نوجدوا يجيو عندنا العائله ديال الزوج ديالنا مع الصباح، ولا يجيو عندنا شي واحد يجي عندنا مع الصباح يقول لنا مبروك العواشر، نتلاقاو ديك الحليوات بحال هكا. وخلاص حنا العاده ديالنا انه ملي تيجيو الرجال من المصلى تنحطوا بحال هكا الحلوه، وتنحطوا المهم الفطور ما يكونش ثقيل، حيت تابعنا مازال الفطور الثاني اللي تيكون بالقطبان، ولكن ولا بدا من الفطور بحال هكا بالحلوه وداك الشيء. شريت انا هاد الباكيه هادي ديال الشكلاط، شريت الخميره ديال الحلوه هي والفاني والحليب وداك التخربيقات والبيض وداك الشيء اللي خاص سميتو هذا الكيك. حاجه اخرى اشنو تقدي؟ تقديت هنايا بالنسبه للكسكسو، ضروري نديرو شي قصريه ديال الكسكسو في داك الاسبوع ديال العيد. هنايا تقديت هاد الانواع هادي ديال الكسكسو، كاين هذا الكسكسو ديال النخاله مفتول بالقمح، هذا زوين راه تيكون فيه القمح، هذا كاين كذلك هذا كسكسو الخماسي
ونقول لكم انا واحد القضيه بالنسبه للكسكسو انايا كما تشوفوا هذا عندي النوع الخماسي تعاونيه المولد هذو راه ماشي سميتو انا تقديته بالفلوس غير هوايه بالنسبه لهذا الكسكسو هذا اللي زوين فيه هو انه ممكن تطيبوه بحال البلبوله يعني انا طيبوه وتي دغيا تيوجد انا تيعجب البنيات ديالي تندير واحد الكميه ديال كاس تقريبا في الكاسرونه مع الماء دافي تيطبخ شويه ويغلى ونزيد عليه ونشف ونزيد عليه الحليب وصافي شويه ديال المليحه الا بغيتو تزيدو تنسموه بشي حاجه من بحال الزعتر بحال المهم اللي بغيتو وصافي تقدمو تيجي لذيذ بزاف مع التمر وواحد المعلقه ديال زيت العود. اوكي عندي هذا ازنبل هذا ازنبل ديال الشاي حتى هو زوين تيعجب انا الزوج ديالي هو وهذا الملس هذا تيعجبو انا صراحه ما عنديش معاه بزاف هذا الملس هذا انه تيعجبو دونك خديته. العيد دابا راه تنحتاجو نعجنو بطيبيطات يكونو بطيبيطات سميتو بلديين سميتو ديال الدار دونك هنايا هذا عندي دقيق ديال الشعير ها هو انا وراه فيه الملح الحيه حجر ديال الملح الحيه باش ما يخسر ليا ما والو وعندي وعندي هنايا الذره باش ندير ان شاء الله خبيزات ديال الذره ها هو يا الملح الحيه وكذلك الفورص الكميه ديال الفورص كما تشوفوا مقارنه مع دقيق ديال الشعير ولا ديال القمح راه قليله حيت تم الكيك انا تندير فيه دقيق ديال القمح ندير فيه الفورص ماشي مشكل راني ندخل فيه القمح. هنا عندي هذا الشوفان نورمالمون تنتقداو ديال الباكيه ولكن ماشي مشكل مره اخرى كل مره وهي هنا هذا عندي الشوفان ديكوريو فيه تاهو الخبز وتاهو نطيبو بيه راه تاهو صحي القيمه الغذائيه ديالو ما تتوصلش للقيمه ديال الشعير وديال الذره وديال القمح ولكن حتى هو لا يستهان به اللي زوين فيه هو انه دغيا تيطيب خلاص انا البنيات ديالي ما تياكلوش ليا اللحم مره يعني انا غير ديك لاصوص بحال ما هكا ديك الدغميره هاد العام هادي غنحاولوا باش نحبوهم في اللحم راه ديجا بدينا ما عرفتش واش المهم تياكلش اللحم دونك داكشي علاش انا بحال هاد الشوفان بحال هكا ساهل التحضير ديالو وصحي هاد الزنبو كذلك البلبوله ديال الشعير مطيبه عليهم بحال هكا يفطروا بها زوينه صحيه. نجيو كذلك عندي هنا العسل بالنسبه للعسل غنعطيكم نصيحه هاد الوقت هذا الناس اللي قريبه ليهم بيم احنا في الجنوب احنا ما عندناش هاد الامتياز ديال بيم ما كايناش نتمنى ان شاء الله قال لك قريبا غتكون في اكادير مي حاليا ما كايناش انما هاد العسل هذا راه موجود فيها زعما المذاق ديالو لذيذ بزاف بزاف تقول العسل زعما حره زعما كاينه وماشي دائما تتكون وانا بيم باش تقت في هاد العسل ديالها حيت تنجرب ما عنها نجربها شحال ديال الحوايج ديالها زعما صراحه زوينه عندهم لا كاليتي هادشي اللي بغيت نقول. ها هو هاد العسل هذا الطيل هادي دايره ب 100 درهم فيها 2 كيلو يعني انها زوينه اقتصاديه عسل الازهار. شنو اخر بالنسبه اللي تيقول العيد الكبير تيقول التنظيف تيقول الصياغ تيقول الدم تيقول بزاف ديال الحوايج دونك خاصنا ولا بد يكون موجود عندنا بحال هذا. انا عندي هنايا هاد اوني هذا هو اللي تنشري انا زوين تينقي مزيان تيعجبني المهم انا التنظيف ديال هاد اوني هذا السائل تيعجبني المهم هو اللي تنستعمل انا جافيل كل مره هي مره هذا اكسيت بحال هكا مره هاد ماكسيس تا هو تنستعملو المهم كل مره وهي كاين عندي كذلك هنايا شريت الزيكش ضروري واخا كاين عندي الزيكش زدت مازال الزيكش وغنزيد مازال نحتاجو الناس اللي تيشوطو الراس ما عرفت انا هاد العام واش غنشوط الراس بوحدي ولا لا المهم الناس اللي تيديرو الراس وتيغسلوه في الدار وداكشي راه غادي يحتاجو ليه هو ديك الحلفه الرقيقه اللي قالت ضروريين هادو راه باقيين جداد عندي انا كذلك بيكربونات الصودا مزيانه في التنظيف بحال ما هكا الا تبسخات لينا البوطه وداكشي تتسهل علينا هي والخل انا الخل راه بقى عندي غير هذا في القرعه غادي نشري مازال غير بغيت باش نوري لكم كما قلت لكم انا عاود نأكد راه بقى 10 ايام من العيد
تعجبني بحال ما هكا الايام د العيد تيكون الحكوكه مغسولين ونقيين واللي زوين كاع تيكونوا عامرين بحال ما هكا تيعجبوني فاش نعمروهم حتى الفم الحمد لله هنايا راه فاش كنت نرد كل حاجه لبلاصتها اكتشفت بانه هذا ما هضرتش لكم عليه، هذا برودوي لي ماس راه معروف. ديري ليه هنا بانه ممكن تنظفي به الارضيه، تنظفي به زعما سميتو تسيقي به داكشي، وليني ردوا البال راه مقاطع خطر بزاف بزاف. دونك انا تنغسل به تنظف به وليني بحضر، هادشي اللي بغيت باش ناكد لكم عليه. بالنسبه لهنا انا راه هذا داك الخزانه ها هي درتها هنايا، ها هي تتبخر الدار، الريحه ديالها زوينه زوينه بزاف. يا سلام ها هي الخزانه راه درتها تتبخر الدار ها هي يا. حاجه اخرى ما تكلمت لكمش عليها هو هذا خل التفاح البلدي ممتاز، هاد لامارك هذه هي اللي تنستعمل انايا، تندير معلقه بحال هكا في الصباح مع في الفطور، وكذلك من وراء الاكل حتى هي تتهضم تتعاوننا في الهضم. هنا غادي ناخذ الطحن الكميه ديال الكاون هانتوما كما قلت لكم انا عندي هاد الطحانه هادي بالنسبه للناس المبتدئين اللي باغيين ياخذوا طحانه. انايا فاش جيت لداري هنا شريت طحانه كبيره لا مارك مولينيكس، وشريت واحد الطحينه صغيره ديال التوابل. الا قلت لكم هذيك الطحانه الكبيره باقا كي شريتها عمرني ما استعملتها، شريتها تقريبا بشي 1000 درهم عمرني ما استعملتها. تلاقيت هذه كانت عندي ديجا شحال هذه داكشي، قلت انا غتكون قدام تكدا الساعه. لا مارك واعره ولا مارك مولينيكس، والطحين ديالها زوين لا من ناحيه العصير لا من ناحيه بحال ما كتاويل كما تنقولوا حنا فليفله. ها هو الكمون ديالي مطحون طري، الريحه ديالو مجهده، المذاق ديالو كذلك، وحاجه نقيه على اليد موجوده دغيا بسهوله زعما. الوقيته اللي كمل عندي هذا الكمون هذا ناخذ عاوتاني نجبد من البلاستيكه ونطحن وهكذايا. نفس الشيء غنديرو بالنسبه للقزبر حبوب وكذلك الزعتر، غادي نطحنهم باش يكونوا عندي موجودين مطحونين على اليد، يكونوا منقيين قادين صايبين ومطحونين وموجودين الوقيته اللي بغيت نستعملهم دغيا نلقاهم. وحاجه طريه يعني انه اسبوع قبل العيد راه يبقاو عندنا حتى شهر يبقاو الجهد ديالهم فيهم كما تنقول. دابا من بعد ما دزنا الاساسيات اللي غادي نحتاجو لهم من الناحيه ديال التوابل وكل ما هو مطبخ كل ما هو اكل، غادي ندوزو المعنات اللي خاصهم يكونوا عندنا في الايام ديال العيد. غادي نحطهم هنايا بالحق، غنخليكم نتوما واحد الفيديو ولا واحد روبورتاج صغير ما عرف، المهم واحد مقتطف صغير كيفاش حصلت على هذا الطاجين هذا كرا، هذا راه طاجين باقي جديد، كيفاش تحصلت عليه تولى عندي بحال ما بقايا طاجين. الطياب ديالو رائع بزاف لا يعلى عليه.
وهنايا كما تتشوفوا معايا من بين الحوايج اللي شريت، شريت هذا الطاجين. هذا الطاجين ديال الطين طبيعي 100%. اول حاجه درتها ليه هو انه درته في الماء، طلقت عليه الماء، راه كان عامر عليه الماء وشرب، دونك طلقته بحال ما هكا في الماء هذا باش يشرب. وغادي ان شاء الله من بعد دابا دوكا ما غادي يبقى هنايا في الماء واحد تقريبا ساعتين ثلاثه السوايع قد ما شرب الماء. بعد الخطره تخليه انا ليله كامله، مهم على حسب نتوما الوقت ديالكم. وغادي نديه ندهنو بالزيت وندير الفرناتشي. غتشوفوا هاد المراحل هادي معايا بالنسبه للقله. ها هي يا الشكل ديالها كيفاش تيجي، رائعه بزاف بزاف كما تتشوفوا هنايا. من بعد ما بقى عندي الطاجين ديالي قد ما خليته في الماء قد ما مزيان، انا تقريبا بقى عندي هنا ليله كامله وهو في الماء. دابا غادي ناخذ باش ندهنوا بالزيت. صافي تنبقى ندهن به بحال ما هكا. تقريبا انا درت هنا واحد ربيع كاس كدا ديال الزيت. اولا قياس واحد ثلاثه المعالق كبار كدا هنا ديال الزيت، زيت نباتي عادي. صافي وغادي ندهنوا بحال ما هكا مزيان حتى اللاقه ديالو حتى هي ما نساوهاش، حتى هي نحاولوا باش ندهنوها. سبحان الله العظيم هاد الطواجن هادو اللي تيكونوا بحال ما هكايا تيكون عندهم واحد المذاق خاص، وما غير انهم صحيين المذاق ديالهم زعما لا يعلى عليه زعما صراحه. الا ما لقيتهمش عندهم زعما الناس اللي ساكنين بعاد في بلايص اخرى ولا في مدن اخرى يسولوها على الطواجن اللي تيكونوا ديال طنجة، تيكونوا دوك الطواجن ديال طنجة معروفين همايا، هما هادو اللي تتقدي ديري بهم الطريقه هذه، ولا هما تيكونوا زوينين بزاف. انا كيف ما شفتوا معايا دهنتو من الداخل، نحاول ندهنو حتى من برا حتى هويا. المهم خاصنا نشبعوه بالزيت، زيت نباتي عادي. حتى شرب داك الزيت مزيان كما تشوفوا معايا في الصور، حتى شرب داك الزيت تقريبا يومين. وانا كل مره تندهنوا تقريبا نص كاس ديال الزيت ونخليه حتى يشرب، ولو لوندو ما كذلك تندهن حتى الغلاقه حتى هي يعني. صافي بين قوسين بالنسبه ممكن الناس اللي ما بغاوش يديروا الزيت يديروا الشحمه، يعني خالتي قالت لي كما قالت لي الشحمه تتقنوا مزيان، يعني في عوض ديروا زيت نباتي ممكن ديروا طيف تاع الشحمه ودهنوه وخليوه حتى يشرب، وعاوتاني بحال ما هكايا حتى يشرب داك اللي دام مزيان. وديتو عند مول الفرناتشي داروا تطلبوه باش يخلي عندكم يبات ليله كامله. بيان سور حنايا انا اكادير النواحي ديالها ما كاينش فرناتشي، ولكن ديتو عند مول الفران عادي اللي تطيب الخبز. طلبته قلت ليه هاد الطاجين خليه ليا يبات عندك ليله كامله في الرماد، ما قاليش حتى حاجه. صافي وبات، وها نتوما كما تتشوفوا معايا هو كيولى. دونك بهذه الطريقه هذه حصلت على هاد الطاجين هذا، ها نتوما كما تتشوفوا معايا ها هويا تيبان بحال راه قديم وراه باقي جديد. ها نتوما شوفوا العلاقه ديالو كي دايره، و ما مشدودش من هنا بالحديده ولا كذا زعما باش ما يطرطق. وراه تقريبا هذا اسبوع باش وجدتو وانا تنطيب فيه، ما بيه حتى شي حاجه، ما طرطق ما حتى شي حاجه الحمد لله. المهم هذا من الناحيه ديال الطاجين، راكم عارفين كاين بعض العائلات منهم العائله الزوج ديالي تنوجه لهم تحيه ضروري، واخا يكون عندهم الطاجين يتقداو الطاجين، واخا يكون عندهم قطبان يتقداو قطبان، وهذا واقيلا حال بزاف ديال العائلات المغربيه. المهم كذلك كاين عندي هذا الطاجين هذا اللي تيبقى غير للديكور بحال ما هكا، الشكل ديالو زوين، ولكن انا من نهار صايبت هذا ما بقيتش نستعمل الاخر. دابا من بعد ما تقاسمت معكم الطريقه ديال الطاجين غادي ندوزو البقيه ديال المشتريات اللي حاولت باش نتقاسم معكم. راكم عارفين حنا العائلات المغربيه تنمشي تدخلنا الميدان ديال المشتريات ديال الماعن، صافي راه بقينا تما. انا فيا هاد البليه هادي ديال الماعن، تقدا الماعن بزاف ونشري وكذا. اوغوزمون هو انه هنايا هو راه ولا حتى في اكادير ما كاينش شي مول كبير بحال مثلا خاص بالمواعن بحال ايكيا، بحال كاين مرجان، كاين اسواق السلام كاين، ولكن ماشي بحال شي حاجه اللي خاصه بالمواعن. المهم انايا غنحاول باش نتقاسم معكم المشتريات ديالي والاساسيات اللي غنحتاجو، ماشي المشتريات. هذا الفيديو هذا راه ماشي خاص بالمشتريات ولا بالتقضيه الشهر ولا كذا، هذا الفيديو هذا غنحاول باش نتقاسم معكم فقط الحوايج اللوازم اللي من المنظور ديالي انا ومن داكشي اللي بحثت وقلبت اللي خاص صافي
نحتاجوها في العيد كانت عندك مزيان وجديها، ما كانتش عندك راه خاصك تشريها. اول حاجه غنبداو غنقول لكم بالنسبه للقطبان، ها هما يا غير وردوا البال كاين فيهم هذوك اللي تكون اليد ديالهم ديال البلاستيك، هذوك راه سيتحرقوا من الجناب، دونك من الاحسن تاخذوا بحال ما كان لي حديد كاملين. انا خديت هذا الشكل هذا، واللي اساسي هو انهم يكونوا اينوكس. كذلك بالنسبه للماس انا خديت هادو، راه ديجا تقاسمت معكم الفيديو، خديتهم من بريكوما، ها ما داير الثمن ديالو تقريبا شي 40 درهم، شي 49 تقريبا الثمن ديالو. كذلك خديت هاد القطبان هادو على حساب المجمر ديال الضو، ها هما يا هاد لاماخ هي اللي لقيت. ذلك من الاساسيات هاد الماس هادو الصغار، خديت هاد لاماخ هادي زوينين، هانتوما كما تتشوفوا صغيورين ولكنني راهما ماضيين مزيان مزيان، دونك غنزيد مازال باكيه اخرى. خديتهم حتى جربت شفتهم كيفاش دايرين، خديت الباكيه الاولى راني استعملتها وهادي راه الباكيه الثانيه، وان شاء الله غادي نزيد منهم حيت راكم عارفين في العيد تنحتاجوا في الصليخ، وخلاص حنا تندبحوا حنايا يعني راجلي مع خوتي والمولفين تيتعاونوا على الحواله، دونك تنحتاجوا بحال هاد الماس هادو في الصليخ وفي التقطاع وداكشي. كذلك الشواي خديت هادي، ها هي الشكل ديالها كي داير باش زوينه، هادي فيها هاد المربعات، الا بغيتي ديري برا على القطبان، تبغيتي ديري كوتليت، بغيتي ديري بحال ما قال كبدات شويه الطرف كبير، تتكون زوينه. ها انتم كيفاش دايره، فيها مربعات حتى هي اينوكس. ما بين الاشياء الاساسيه اللي خاصكم توجدوها معاكم هما السرابط، يكونوا على اليد بحال دابا انا هاد الشبكه هادي راه وجدتها، ماشي ديال هذه غتبقى بحال ما هكا ان شاء الله حتى يوصل العيد، عاد باش نجبدها نطلعها معايا حيت تندبحوا حنا في السطح، نطلعها معايا للسطح. السرابط نقيين موجودين، سميتو فوطات، كذلك هادو فوطات صغار ديال الكوزينه، كنت خديتهم هادو من ايكيا، باقيين جداد هادو، باقيين مازال ما تستعملوش، هادو راه مستعملين ومتصبنين. هادو كذلك ديال المسيح ديال الكوزينه، دوك تيكونوا المهم ديال الكوزينه ديال الماء وداكشي، المهم كلشي كدا. هادي شبيكه بحال ما هكا وجدتها خاصه ديال السرابط، صافي نطلعها معايا موجوده. كذلك عندنا هاد المعالق هادو ديال الخشب، هادو راه هما يا زوينين، هادو راه كاين فيهم سيرفيس، راه غير حلوهم بناتي، راه هما فيهم شي 3 ولا مع 4، فيهم هادي اللي بحال ما كان على شكل فرشيط، فيهم اللي بحال على شكل مغرفه. المهم تيصلحوا هادو باش زوينين، هما انهم تيصلحوا باش انك تحركوا بحال ما كان اللحام، تحركوا الاقامه في برمه كبيره وداكشي، احسن من المعلقه. تتبقى هادو ديال الخشب، المعالق هادو ديال الخشب احسن. كذلك من الاساسيات اللي خاصها تكون عندنا في الدار الكاسرونات، بالحق هادو ديال اينوكس، ها همايا زوينين، نبغيو نسلقوا الكرشه، نبغيو نطيبوا شي حاجه ضروري تنحتاجوا الكاسرونات، حتى هما نطلعهم معايا. بالنسبه لهادو صغيورين، هادو بغيت باش تقاسم معكم، هادو باش سميتو زوينين غير للديكور، مثلا نحط في هذا، نحط فيه قطيبات بحال ما كاين، وهذا ندير فيه مثلا البلحه، وهذا الكمون وقزبر حبوب مثلا، نحطهم بحال ما هكايا فوق الطبله، يكونوا موجودين فاش نوجدوا القطبان ديالنا يبقاو يهزوا من هنايا ويرشوا، عجبوني. كذلك عندي هنايا الفرينه، هادي راه يلاه شريناها باقا جديده، ها هي اول استعمال لها هو ان شاء الله هاد العيد هذا. خديت انا هادي طويله باش على حساب الشوايه، خديتها حتى هي طويله بحال ما هكا. مي بالحق خالتي عطاتني واحد النصيحه، ما كان ديك الساعات خديتها، قالت لي من الاحسن كون خديتي دايره تبقى لك، حتى الا بغيتي طيبي طويجين، حتى الا بغيتي طيبي تحطي مقراج ولا شي حاجه، هادي ماشي عمليه بالنسبه للطاجين كما غادي تعرفوا، غيبقى الجناب ديالو ما سميتو، ولكن ديك الساعات سي ترو طار ان شاء الله، راه غادي ناخذ الاخرى اللي دايره ان شاء الله. هنا هذا الفاخر غادي نحيدو مازال من هنا ونديرو في سوبيره كبيره. هذه برمه ضروري انها تكون عندكم، حنا عندنا هذه لا مارك ديالها مكتوبه هنا لوكس ديال اينوكس، زوينه لاش ضروري موجوده توجدها تكون على اليد، راكم عارفين في العيد تنحتاجو نبخروا اللحم بزاف، دونك وتيكون ساهل سواء انه انا صراحه اللي تندير في العيد بزاف هو اللحم قدره، اولا نبخر بحال ما هكايا تيجيني ساهل مع شويه ديال الخضره وسميتو، تيكون لذيذ وصحي، والاساسي هو انه ساهل في التحضير ديالو هكايا. كذلك من الاساسيات ديال المطبخ هو انه يكون عندنا بحال ما هكا شباكي، ها هما يا هاد البانيو بحال ما هكا كبير، حتى
هما نحتاجوهم. الشباكي هما انا يعني وجدتهم الشباكي بحال هكايا، عندي هنا هادو ثلاثه كبار وهذه صغيره متوسطه. كما قلت لكم هذا البانيو هذا راني تلاقيتهم عند هذوك اللي تيبيعوه الميكا بثلاثه دراهم وعجبني صافي وخديت. قلت لكم بثلاثه دراهم عجبني صافي وخديته. كذلك غنحتاجو السوبيرات، هاد السوبيرات كدايه ضروري الاساسيين، سواء انه نطحنوا القزبر معدنوس سواء انه مهم نحتاجوهم. وكما رديتوا البال انا حاولت باش ناخذ كل شيء بيض، حيت انا عندي الكوزينه ديالي كامل الحويجات اللي مدخلاهم فيها بيضين. كذلك هادو تا هما خديتهم باقا نعقل من مسيو بريكولاج، زوينين بحال هكا كبارين وفيهم هاد الفويم وكذا. وهاد المعنات هادو غادي نوجدهم ان شاء الله ونطلعهم معايا الفوق كما قلت لكم، هما والسرابس باش يكونوا موجودين. راكم عارفين العيد نحتاجو فين نديرو الكرشان، نحتاجو فين نديرو القطبان، نحتاجو فين نشرملو، نحتاجو المهم ما تندموش عليهم هما والسوبيرات. بالنسبه لهنا عندي هادو ميكات ديال لابوبيل، هادو هما هادو غير كانوا عندي في الدار وريتهم لكم. مازال ان شاء الله غادي نشري دوك الميكات اللي على شكل رولو، ما لقيتهمش هنا حدايا، تنهبط لك غادي ان شاء الله وناخذهم دوك الميكات اللي تيكونوا مروليين بحال ما هكا. عندي البلاستيكات، البلاستيكات ديال التجميد، بلاستيكات اخرين قلوعه، هادو داك الورق ديال الزبده، بغيت باش نتقاسم معكم هاد لامارك، هادي هاد البابيي كويسون هذا زوين بزاف بزاف. انا مجربه، كنت جربت واحد الا قلت لكم طيبت فيه اول مره نطيب فيه، طيبت فيه البيتزا بقى النص ديالها لاصق فيه ما تيحيدش. عندي هاد الشبكات هادو ديال الثلاجه ديال التنظيم، تا هما زوينين هادو بزاف بزاف، واخده منهم انا شي سبعه وغنخلي هادو ان شاء الله تنظم فيهم بحال هكا. سوبيرات ضروريين. كذلك عندي شوي ديال الضو، بالنسبه للشوي ديالي انايا بلاتي نجبدو، هذه هي لا مارك ديال الشوي ديالي انا طويس، واخداها من الكترو، من الكترو بلانيت، والله ما عقلتش المهم على مارك ديالو هي طوغي صراحه، ما عقلتش على فين خديته، وليني شويه ديال الضو رائع بزاف تيشوي ليا. المهم كما شفتوا راه شريت القطبان عاديين باش الا بغيت نشوي بحال هكا شي نهار في الضو نحطو هنا. بالنسبه لهنايا ما غاديش ندخل معكم في دوك لي ديطاي ديال الصينيه، مي ضروري المجامع غنوجدهم بحال هكا، واحد اتاي واحد النعناع واحد سميتو اتاي النعناع السكر، حيت السكر انا ما تنديروش داكشي علاش نسيته. المهم اتاي النعناع والسكر والبراد حتى هو يتغسل ويتنظف ويتنقى من الداخل ديالو ضروري. صافي دونك هادو هما المشتريات، حاولت باش انه نتقاسم معكم الاساسيات فقط في الماعن، حيت الا دخلنا لهداك الدومين ديال الماعن كل واحد والجهد ديالو، كل واحد وشنو بغى، غير باش ما يجيش نيت الفيديو طويل بزاف حاولت نتقاسم معكم داكشي اللي اساسي بزاف، بحال كما قلت لكم السرابط، البانيوات، الطاجين، البرمته هي ضروريه، او الشواي والقطبان والصينيه ديال المجامع والبراد والكيسان. ايوا هادو هما المشتريات ديالي والاستعدادات ديالي للعيد الاضحى. نتمنى انه يدوز بخير وعلى خير، غيدوز ناقص شويه على حساب عدم الحضور ديال ماما، ولاني هي في المقام في ضيافه الرحمن كما تيقولوا، في مقام احسن هي ولا الاب ديالي ولا جميع الحجاج. نتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور. وبالنسبه لكم انتم اخوات نسالكم الدعاء ونسالكم كذلك انكم تقولوا لي الا نسيت شي حاجه تزيدوا تفكروني فيها في هاد العشر ايام اللي بقات نتقداها. ايوا هادشي اللي كاين، نخليكم انا في امان الله ونقول لكم مبروك عواشركم مره اخرى، ونتلاقاو مع الاجواء ديال العيد ان شاء الله. يلا باي باي، بسلام عليكم.